صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزكاة عبادة مالية من جملة العبادات في الإسلام، وهي فقال تعالى: فأقموا الصلاة وآتوا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.